أنا الحقيقة يعني عايز أقول للإخوة العرب في الجزائر وفي الشرق وفي الغرب إنه سيسي نموذج للمواطن المصري الكلمانجي. في عندنا نموذج في مصر كده مكلمة كان يسميهم المرحوم الأستاذ محمود السعداني يسموهم الحنجرة أو الحنجورية، اللي هو تلاقيه في الوطنية حنجوري جدا، يعني معتمد النضال بينحصر عنده في المنطقة دي. شايف المنطقة دي يا أستاذ ميزو؟ شايفها؟ عندك إيه؟ في الحنجرة بس، في الخطب فقط. وده خلى شاعر كبير زي نزار قبادي لما تهزمنا في 67 قال إنه إذا دخلنا الحرب يوما وانهزمنا فلا غرابة لأننا ندخلها بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. من يومين شفنا السيسي وبيفتتح مسجد السيدة زينب بعد التجديدات اللي تكلفت بيها أو قامت بيها طائفة البهرة، وشفنا سلطان البهرة وهو داير معاه. يعني في ناس كتيرة انتقلت الإسراف الكبير في البهرجة في المساجد في الفترة الأخيرة زي مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب. هي عشان بس أكون عادل، يعني هو الناس اللي اتكلمت فيما اطلعت أنا يعني ما اتكلمتش على الإسراف في الصرف، إنما اتكلمت على الإسراف في الزخرفة، لأنه دور العبادة مش مفروض حتى في الفن العمارة الإسلامي مش مفروض إن في شيء يشغلك وإنت بتقرأ فاتحة وإنت بتصلي وتقعد تبص والزخارف تاخدك. عشان كده إنت لو دخلت مثلا مسجد زي المؤيد شيخ، مثلا مسجد المؤيد عند بوابة المتولي، لما تخشوا هذا المسجد مسجد عملاق، ولكن لما تخش تصلي فيه مفيش حاجة تشغلك خالص. جربت تخش المسجد ده اللي بيخطب فيه كل جمعة علي كفتة، علي جمعة، اللي تصور فيه فيلم أرض الخوف للرائع داود عبد السيد، وكان مشهد ماستر سين ما بين أحمد زكي وعبد الرحمن الأبنودي، عبد الرحمن أبو زهرة، أنا آسف، عبد الرحمن أبو زهرة، اللي هو المشهد اللي بيكتشف فيه أحمد زكي إنه عاش وهم وإنه مفيش حاجة يعني. طلع بقى نفخ مناخيره من خارينه، عامل زي الأستاذ يحيى شاهين زمان لما كان يمثل وينفعني ينفخ مناخيره يعني. في ناس كده يعني، بس السيسي لما ينفخ مناخيره عارف إنه بيكذب، وقال لك ما انا لازم اصرف على اللي بيعمل فيلا ولا بيت، مش انا لازم اصرف على بيت ربنا، قال يعني صرف من جيبه يعني. راقب السيسي كده، اتفرج يعني، قال لك شوف المسجد بتاع السيده زينب والحسين، يعني طبعا هو انا لما اخش اعمل وارفع كفاءه مسجد يبقى ادهنه من بره كده وخلاص؟ لا لا لا، ده بيت ربنا، ده بيت مين؟ ما يتعملش الا صح. كلكم بتخلوا بالكم، اللي عنده فيلا ولا عنده شقه بيحاول يخليها زي الفل، وانا بيت ربنا لما اجي اعمله اي كلام؟ اول ما يفرش مناخيره زي الاستاذ ماهر العطار، افرش منديلك على الرمله وانا مر واجي لك على الرمله. اول ما يفرش مناخيره كده اعرف انه بيكذب كذب ايه بين. طب ماشي يا معلم، حلو، ترفع كفاءه المسجد ليه؟ هو المسجد ده مصنع؟ والراجل واخد بقى، لما ارفع كفاءه هو فرحان بالمصطلح، لما ارفع كفاءة المسجد يا ولا يا ولا هوب يا معلم، مفيش تلات ايام، مش تلات سلامات على رأي الأستاذ محمد أنديل، لا تلات ايام، مفيش تلات ايام والناس قاعدة تصلي العصر وفجأة وهم بيصلوا العصر راحوا مسحبين السكينة، الكهرباء قطعت. اتفرج، العب يا بيه، اسعى وصلي على الحبيب، طريق كده يا حبايب، يا جماعه بالصلاه على النبي، السماح كده بالظبط، دي برده بص،
في مصر عندنا تقليد كده لما حد يندر حاجة يقول دست شمع أم هاشم. يعني لو حصل الموضوع اللي أنا مستنيه ده هجيب لأم هاشم دست شمع. في أوروبا حتى الآن تقليد من العصور الوسطى لما تخش كنيسة أول حاجة بتقابلك ترابيزة صغيرة كده عليها شموع، وفي شموع تحت، في والع شموع والعة، وفي شموع تاخدها كده. أنا شفتها في كل كنائس أوروبا تقريبا. بس دلوقتي، زمان كانت ببلاش الشموع دي، لكن دلوقتي في أوروبا بقت بفلوس. تخش تلاقي معلقين لك كده إنه بخمسة جنيه أو بثلاثة جنيه استرليني أو باليورو لو هتولع الشمعة يعني. بس زمان كانت ببلاش الشموع دي يعني. إيه علاقة بقى دست الشمع أم هاشم بالشموع بتاعت الكنائس؟ لأنه العالم ده تقليد من العصور الوسطى أو من قبل كمان. العالم كان ممكن يبقى بيته مطفي، بس بيت العبادة لازم ينور، ولأن ما كانش فيه كهرباء فكانت البيوت دي بتنور بالشموع. فكانوا الأثرياء سواء كانوا في أوروبا أو في مصر أو في الوطن العربي، أنا بتكلم على مصر تحديدا يعني، لأن أنا ما عشتش في بلد تاني عربي يعني. فكانوا الأغنياء يصرفوا عشان يشتروا شموع لأم هاشم عشان تفضل المقام منور والمسجد منور. وظل ده تقليد إن الناس لما تتمنى أمنية أو لما يندر نادر يقول دست الشمع أم هاشم، دست الشمع يعني هبعت لك دست الشمع. فتظل بقى الشمعة دي أو الشموع دي منورة عشان الناس اللي بتلجأ لهذا المقام الكريم أو لهذه الكنيسة. السيسي يا حضرات وصلنا لمرحلة العدم. يبدو أنه رجعنا العصور الوسطى بقى. فإحنا نشتغل دلوقتي الحقيقة بنشتغل على الشموع، بلاها كهرباء بقى. الجماعة التجار الأغنياء بتوع السيدة زينب يبتدوا يتبرعوا للمقام الست بدستة شموع عشان تفضل الدنيا منورة، لأنه مش معقولة الناس واقفة في المقام. أنا بصرف النظر بقى ده حرام وحلو القصة دي، لكن مش معقول الناس واقفه في المقام وشغالين على ضوء الموبايلات. مش منطقي. هذا المشهد عبثي والله. فين بقى رفع كفاءه المسجد يا ابو منخار؟ فين رفعت كفاءه المسجد وقطعت النور؟ صرفت، مش انت اللي صرفت. القصه ان اللي صرف البهره وطلع قال لك انا والنبي الله يخليك يا ميزو، هي عايزه حته فن كده بشيلن. حط الفيديو ده جنب الفيديو بتاع السيسي وبقول لك لما ارفع كفاءة المسجد، وانا عايزك عزيزي المشاهد ما تتروش، ركز على مناخيره، اول ما تفتح بيكذب. ماشي، هات بقى الاثنين قدام بعض اتفرج. شايف ادي المقام اللي بتاع الست ام هاشم ده لسه مفتتحينه من 3 ايام اهو. ادي المقام يعني بتاعها وبتاع. وبعدين بص الناس وهو يطلع يقول لك هو انا ولما اصرف على بيت ربنا يعني عشان ارفع كفاءته؟ يا ولا العب كده. شوف المسجد بتاع السيدة زينب الحسين يعني طبعا وانا لما اخش اعمل وارفع كفاءة مسجد يبقى ادهنه من بره كده وخلاص؟ لا لا، ده بيت ربنا، ده بيت مين؟ ما يتعملش انا صح، كلكم بتخلوا بالكم، اللي عنده فيلا ولا عنده شقه بيحاول يخليها زي الفل، وانا بيت ربنا لما اجي اعمله اي كلام. وانت لو عملت مهما عملت لو اتنفضت انت وجيشك مش هتعمله زي السلطان حسن. ده انتوا مش هتعملوا مسجد زي عظمه المسجد بتاع خشار هانم ده اللي هو الرفاعي. ده انت لو اتنفضت مش هتعمل حاجه في عظمه مسجد السلطان حسن. هو انت تفهم انت اصلا؟ هو انت بتفهم؟ كفاءتي اللي بترفعها في المسجد.